ثم هذا سائل يريد التوضيح فيقول: هل صحيح أن هيئة كبار العلماء أجازوا التأمين الطبي كما أعلن في بعض الصحف؟ هذا كذب، هذا كذب. هيئة كبار العلماء تحرم التأمين بجميع أنواعه ما عدا التأمين التعاوني اللي هو الجمعيات الخيرية فقط، جمعيات خيرية تساعد المحتاجين، هذا حتى ما يسمى تأمين، يسمى جمعيات خيرية ما يسمى تأمين. أما التأمين فهو بجميع أنواعه صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه بجميع أنواعه. نعم.